انطلاقا من تلك القواسم المشتركة بين الشعبين، رهنت الخرطوم على قدرتها في نزع فتيل الأزمة في دولة جنوب السودان. وبعد مرور 10 أيام على انطلاق المفاوضات، توصلت الأطراف الجنوبية إلى اتفاق حول ملف الترتيبات الأمنية، وتضمن الاتفاق النقاط 4 المتعلقة بإخلاء المراكز المدنية من الوجود العسكري، والإطار الزمني لتوحيد القوات وإعادة تنظيمها، إلى جانب تحديد مناطق تجميع القوات وتشكيل اللجنة الأمنية المشتركة بين الأطراف المختلفة. هذا الاتفاق الأطراف متفائل أنه ينفذوه، وفي كل اتفاقية طبعا كل الأطراف بتكون متفائلة أنه يتفقوا وأنه ينفذوا الاتفاقية. والمشكلة بتاع الجنوب نحن الاتفاقيات، في اتفاقيات جات من 2013 واتفاقيات 2015 ناس ما يلتزموا بيه، نحن وقعنا وقف العدايات ناس ما يلتزموا بيه. فأنا بناشد كل الأطراف الموقعة لهذا الاتفاق بما فيهم نفسي الضعيف إنه نحن نلتزم عشان نخرج المواطنين من المأزق هم فيها. ويعد ملف الترتيبات الأمنية أحد الملفات التي عصفت بالاتفاق الذي تم توقيعه في العام 2015، بيد أن توقيع الأطراف الجنوبية على الاتفاق بالخرطوم يمثل فرصة جديدة لاستكمال عملية السلام في دولة جنوب السودان. وينصب تركيز أطراف التفاوض خلال المرحلة المقبلة حول كيفية التوصل إلى اتفاق حول نظام الحكم في دولة جنوب السودان، وهو الملف الذي يمثل أحد البنود المختلف حولها بين الأطراف المتنازعة. الناس بتحتفل ب الترتيبات الأمنية اللي أخذت مدة طويلة جدا جدا في إيجاد. اليوم الناس قدرت تصل إلى اتفاق، وفي تقديرنا الاتفاق في المجال الأمني يعني الاتفاق في بقية المواضيع المعلقة، لأنه الترتيبات الأمنية من أصعب المواضيع اللي كان بتواجه الفرقاء المختلفين. فتوقعاتنا أنه هنطلع من الخرطوم ليس بس بالترتيبات الأمنية، أنا متأكد هنطلع برضه في اتفاق في نظام السلطة. ويظل الرهان على الوساطة في طي آخر الصفحات المتعلقة بحسم ملفات التفاوض الأخرى وتقديم رؤية وفاقية لتجاوز الخلافات الراهنة وإنهاء الصراع في الدولة الوليدة وفتح صفحة جديدة في مستقبل دولة جنوب السودان.